النصارى، وهم يكرهون النصارى جدا. نريدك الآن، بس قبل ما نعلن إسلامك إسلامنا نريد منك أنك تدعو لنا بنزول المطر. طبعا 3 سنين ما نزلت ولا قطرة في المنطقة، فقلت لهم والله أنا بلعومي وحلقي. قال لا لا لا، صار لك ساعتين وصوتك لعلع، الآن صار حلق. قلت لهم أنا تعبان، قالوا ادعوا أنت جالس، كمان صار لك ساعتين وانت واقف ما طلبت الجلوس، ليه الآن ترفض؟ كل ما حاولت اعتذر، لأن أعرف إيش اللي ببالهم، ببالهم أن اختبار. نعم، والمشكلة مو اختبار لعبد الرحمن، فإذا فشل فشل عبد الرحمن، وإنما اختبار لدين عبد الرحمن، بيشوفون هل ديني صح ولا لا بطريقتهم البسيطة. فكل ما حاول سكروا الطريق أمامي، فروا هذه السماء، ودعوت بدموعي أكثر مما دعوت بلساني، وقلت يا رب المشكلة ما متعلقة بي أنا كشخص، وأنا متعلقة بديني، فلا تخذل هذا الدين بسبب أخطاء أنا ارتكبتها. وظليت أبكي وأنا أدعو، وبعدين ختمت الدعاء، فقالوا لي خلص احنا نجيكم بعد 3 ساعات. فجونا العصر وهم جايين، رشت السماء بفضل الله سبحانه وتعالى، فاعتبروها ان ديننا على حق. فحمدت الله وشكرته ان ما يعني فضح ديني بسببي انا.